قاد الانتفاضة الشعبية ضد الأسد، ولا زال يحلم بانتصار معركة الشرف السوري. الفنان السوري فارس الحلو، من الفن إلى الثورة. يعتبر الفنان فارس الحلو من أوائل الثائرين ضد ديكتاتورية الأسد ونظامه القمعي، وجسد ذلك بتصدره لمشهد الانتفاضة الشعبية في سوريا، وحنجرته التي صرخت ونادت بإسقاط الأسد. لم يخفي الحلو ثورته، ففضلاً عن احتلاله لمقدمة المظاهرات والاحتجاجات، كان في الصفوف الأولى في مجالس عزاء شهداء مدينة درعا الذين لقوا مصرعهم جراء قمع النظام لهم. لكن سرعان ما سلطت أجهزة النظام الأمنية الأضواء عليه ووضعته تحت مجهرها القاتل، فأصدرت تعليمات بملاحقته، إلا أن الحلو قطع الطريق عليهم وخرج من البلاد برفقة زوجته سلاف عويشق وابنتيه. فارس الحلو واللجوء. بعد ملاحقته من قبل قوات نظام الأسد بغية اعتقاله وإخراجه من دائرة الانتفاضة، قرر الفنان الثائر الفرار من بلده، تاركا صرخاته المنادية بالحرية ككابوس داهم الأسد ذات يوم. فكانت وجهته نحو فرنسا برفقة زوجته وابنتيه، دون أن يفكر بما سيخسره من إرشيفه الفني العريق، إلا أن ما جال في خاطره حينها أن خسارة الشعب أكبر من مشاريعه ومكتسباته الفنية. يقولون أن الغربة ربما تجبر أصحابها على بعض التنازلات، إلا أن تلك الروايات قد تحطمت على أبواب الحلو وتحولت إلى مصطلحات لا يقتدي بها إلا ذليل قوم لم يرى عزا. فقد تلقى الفنان عرضا مذهلا يفيض عليه بأموال طائلة للمشاركة في فيلم خارج سوريا، إلا أنه رفض ذلك لمشاركة فنانين موالين للأسد، وقال حينها: لن أظهر في مشهد واحد مع السفلة. ثورة الحلو في فيلم وثائقي. أراد الحلو في منفاه أن يجسد ثورته من خلال فيلم وثائقي تحت عنوان فارس الحلو حكاية ممثل خرج عن النص، وذلك عام 2019 برفقة المخرج المعارض رامي فرح. وسلط الفيلم الضوء على عواقب وضرائب انحياز الحلو للثورة السورية، وبين كيف قام جيش الأسد الإلكتروني بالتحريض ضد أصحاب الفكر المعارض لهم، ولا سيما الفنانين، من خلال نشر أرقامهم عبر الانترنت. وجسد الفيلم المشهد الذي تضمن تدمير الأسد لمشروع الفنان الذي أسسه عام 2006 تحت مسمى ورشة البستان للثقافة والفنون. فوقف الحلو على أطلاله وقال بكل كبرياء: هيك بدو يسقط النظام هيك. ووثق الفيلم السرعة الانتقالية لتنوع مراحل حياة السوريين ما بين الخوف والأزمة النفسية التي أصابتهم ولم تترك بعضهم حتى فرارهم إلى بلد آمن. الحلو وحلم الانتصار. رغم مغادرة الحلو لوطنه، إلا أن تفاصيل هذا الوطن وتضحياته وأحلامه قد لجأت معه، كما لجأت معه مآسي الاعتقال والتعذيب الذي يتعرض له الثائرون لقاء انتفاضتهم. ويرى الفنان أن كل من تخلص من معتقلات الأسد وسجونه المرعبة فهو ناج من الموت، ومثله مثل من استطاع الفرار خارج البلاد من اللاجئين. ووصف الحلو السوريين في الداخل بالضحايا، معتبرا أنهم يستحقون هذا الوصف عن جدارة، لأنهم يعيشون في كنف الظلم والاستبداد والاضطهاد. أما عن حلم الانتصار الذي لا زال خالدا في ذاكرة فارسنا الحلو، فلا زال ينتظره ويتمنى أن يكون فيه جزءا من معركة الشرف السوري كما وصفها. نشأته ومشواره الفني. ولد فارس الحلو في مشتى حلو عام 1961، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1981، ليتخرج منه عام 1984
ويصبح عضوا في نقابة الفنان. تزوج الفنان الكوميدي الثائر من داخل الوسط الفني، وذلك من زميلته الفنانة سلافة عويشق، وأنجب منها ابنتين. أسس الفنان في عام 2006 ورشة البستان للثقافة والفنون، وهي تجمع نقابي قانوني يهدف لتنشيط الحراك الثقافي ودعما للسياحة والثقافة، ونشط بإقامة ملتقيات فنية في النحت والرسم والموسيقى والفنون الأخرى كالتصوير الضوئي، إلى جانب إنشاء ورشات لتعليم الأطفال على مبادئ النحت وتركيب الفسيفساء وتصوير الأفلام السينمائية. وأبدى الحلو اهتماما خاصا بالثقافة، وعلى الرغم من إنجازه لشخصية مرموقة بأدواره الكوميدية، إلا أنه نجح باختيار أدوار جادة تركت أثرا في تاريخ الدراما السورية، حيث برع الفنان في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية، أبرزها نهاية رجل شجاع وعيلة خمس نجوم وأحلام أبو الهنا، إضافة لمشاركته في مسلسل الحصرم الشامي وغيرها من الأعمال التي لا ينساها عشاق الدراما. أما في المسرح فقد ترك بصمة كبيرة، حيث شارك في مسرحية قصة موت معلن وسكان الكهف ومغامرة رأس المملوك، إضافة لمسرحية فضيحة بالميناء. أما على صعيد السينما فقد ظهر في أفلام عدة، ومنها دمشق مع حبي، حكاية كل يوم، علاقات عامة، تحت السقف، وغيرها الكثير. ونال الحلو جائزة أفضل ممثل في مهرجان فالنسيا عام 2007 عن مشاركته في الفيلم السينمائي علاقات عامة. أما اليوم يبقى فارس الثورة الحلو بانتظار أن يحصد جائزة تضحياته الثورية، ومن قمم المهجر يستطلع أطلال وطنه منتظرا النصر الذي حلم به يوما ولا زال لحلمه بقية.